من جديد إلى محمد خليل لاعب الكرة، من جديد إلى اللاعب رقم 7 ناصر العروسي هداف فريق الصداقة، ولكن تفتك ديقة من جديد ضابط إيقاع فريق النصر، ولكن هناك استخلاص الكرة من جديد من لاعبي فريق النصر، وهنا إبعاد الكرة لعب على أرضية الميدان أحد لاعبي فريق النصر، وقع على أرضية الميدان سلامات للاعب فريق النصر اللاعب رقم 26 أعتقد اللي هو اللاعب لاعب فريق النصر السعدي العلام بالفعل في أقصى اليمين، هنا فرصة لمصلحة فريق الصداقة، ولكن هناك راية بالفعل راية من المساعد الثاني خطاب النجار وتسديد من بعيد، ولكن الحارس كان في المكان المناسب، تناقل الكرة زياد العلواني محاولة تسديد وخفيفة في دين حارس مرمى فريق الصداقة عبد الرحمن الجقمني 11، واللاعب رقم 19 هو اللاعب محمد جمعة، أيضا سبق لمحمد جمعة واللاعب لفريق الصداقة فريق الصداقة إبراهيم العبيدي من جديد، خطاب النجار يهيئ الكرة إلى ديقة تسديدة من ديقة ولكن بعيدة من المهاجم في الجهة اليمنى إلى اللاعب رقم 7 نصر العروسي، فرتم هذا اللقاء وأن نصل بهذا اللقاء إلى مستوى وعراقة وأيضا تاريخ الفريقين فريق النصر وفريق الصداقة لهم دور فعال في فريق النصر. من جديد إخوتي المشاهدين نتابع مجرية هذا اللقاء في الشوط الأول، هنا صلاح فكرون ومحاولة إبعاد الكرة وبالفعل يبعد الكرة اللاعب صلاح فكرون الحاسي من جديد إلى اللاعب فريق الصداقة، ولكن فكرون في الوقت المناسب. طه خليل، طه خليل يلعب كرة تصل إلى اللاعب رقم 28 من فريق الصداقة إلى محمد جمعة ومتابعة من الحاسي مراوغة بشكل جيد إلى زياد لعب الكرة من جديد إلى اللاعب يتقدم اللاعب خطاب النجار داخل منطقة الجزاء يتقدم خطاب النجار يلعب كرة، فرصة كانت ثانية على التسجيل عن طريق اللاعب ديقة، إذا عبد السلام ديقة أعتقد خليل يتقدم لاعب فريق الصداقة يلعب كرة طويلة محاولة جديدة لفريق الصداقة، ولكن الحارس أقرب لهذه الكرة وأمام الفريق اللي نشأ فيه السعدي العلام، محاولة إبعاد الكرة من محمد خليل الأيمن أو إبراهيم العبيدي قلب دفاع فريق الصداقة، محمد صلاح الكوري محاولة ومتابعة من فكرون محاولة لعب الكرة عرضية فرصة لفريق الصداقة تسديد الكرة ولكن خارج الميدان، خطيرة هذه الكرة ما زالت الخطورة قائمة، ولكن أصيل المقصبي في الوقت المناسب ينقذ مرمى وكان في المكان المناسب. إذا أحمد الحاسي ننتظر أحمد الحاسي يلعب الكرة ولكن بعيدة ما زالت الخطورة قائمة كنا نعتقد بأن الكرة خرجت ولكن ما زالت الكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد الكرة واستخلاص الكرة من لاعبي فريق النصر عن طريق اللاعب إدريس الضرات ليلعب الكرة تصل من جديد إلى اللاعب إدريس الضرات، محاولة التوغل في منتصف الملعب محمد خليل محاولة من جديد إلى لاعب فريق النصر النجار محاولة يلعب كرة طويلة إلى عبد الله الشريف محاولة لعب الكرة عبد الله الشريف يلعب كرة طويلة عبد الله محاولة لفريق النصر ولكن بعد الكرة علي أو عبد الله الشريف يلعب كرة عرضية خطيرة هذه الكرة ولكن بكل اقتدار إلى السعدي العلام، ما زالت الخطورة قائمة ولكن استخلاص الكرة من مدافع فريق الصداقة، اللقاءان ينتظران فريق النصر، هنا لعب الكرة من جديد لمصلحة فريق الصداقة محاولة من لاعب فريق الصداقة الكوري ولكن ماذا يقول الحكم؟ هل سنشاهد الجديد لعب الكرة بشكل جيد ولكن محمد خليل كاد أن يحرز الهدف من اللاعب سالم روما يلعب كرة إدريس الذرات يلعب كرة عرضية خطيرة هذه الكرة يا سلام خطيرة ولكن اللاعب حقيقة يحرز الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 28، إذا فريق النصر يتقدم أعتقد اللاعب عبد السلام ديقة لاعب خطير جدا عبد السلام ديقة اللاعب رقم 20 تقمني، إذا وصلنا للدقيقة 28 والنصر يتقدم منطقة جزاء جاسم الخامس يلعب كرة عرضية وكاد فريق الصداقة أن يحرز هدف التعادل، يوسف الشويرف يلعب كرة عرضية خطيرة هذه الكرة من جديد ولكن اللاعب عبد الله الشريف عدد كما يشير الحكم عماد خريش 5 دقائق فرصة لفريق الصداقة كانت هناك فرصة خطيرة هذه الفرصة إلى اللاعب رقم 34 يوسف الزلاوي محاولة ولكن التقاط الكرة من يلعب الكرة تتجاوز منتصف ملعب فريق الصداقة
وفي هذه الآونة إخوتي المشاهدين الكرام يعلن الحكم محمد أجديدي عن انتهاء زمن ودقائق هذه المباراة.